بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم على قناتي هداي ادفنتشرر. اوكي ليتس جو، كنت بلاجر بحث عرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وعلى اله وصحبه وسلم. كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم طيبين. في هذا الفيديو والله انا لحالي، ما حد معي. في هذا الفيديو ان شاء الله انا اتكلم لغه عربيه كاملا في هذا الفيديو ان شاء الله. ليش؟ عشان احنا نتعلم ونتحدث لغه عربيه، كيف يعني الفرق بين العاميه والفصحى. وان شاء الله في هذا الفيديو انا اتكلم لغه عربيه العاميه. ليش؟ لان هنا في سعودي عربيه انا اروح سوق، اذا اروح مدرسه، اروح سوبر ماركت، اروح مطعم، اروح المستشفى، اروح كل المكان، الناس كلهم يتكلمون العربية العامية. ولهذا خلاص هنا نتكلم عامية. اوكي طيب، اول شيء اذا انت يبغوا تعلم لغة عربية فصحى هذا صعب. صعب ليش؟ لان عربية فصحى لازم معلوم مخرج الحروف، النحوي والصرفي. لازم معلوم النحوي والصرفي، كيف ترتيب الكلمة او ايش كلام الاعراب، كيف اذا بعد الفاعل، بعد الفعل، بعد المبتدا، خبر، هذا لازم معلوم اولا اذا لغه عربيه فصحى. وكذلك مخارج الحروف. ليش؟ لان الكلمات العربيه، الكلمه بين الكلمه المعنى الحال، مثلا الحين ما شاء الله ومساء الله، الشين والسين، هذا الفرق. اذا انت تسمع السين يعني مش معنى واحد، هذا لا معنى الحال. اوكي عشان الحين بسيط يعني كلام عربي، خلاص هنا نتكلم على اللغة العربية العامية. بسيط، اول شيء لغة عربية، كيف التعرف؟ التعرف يعني بالاندونيسي perkenalan. خلاص الحين اول شيء اذا انت تعرف مع الناس في الطريق او في اي مكان، اول شيء كلام السلام عليكم، كيف حال او كيف حالك، يعني افا كبر. وبعدين انت ترد الحمد لله كويس. هذه الكلمه كويس، كثير الناس في السعوديه او بنغالي او هندي او اندونيسي، اذا انت كلام كيف حالك وهو يرد كويس، الحمد لله كويس. وفي الثاني الحمد لله تمام، وفي الثاني بخير. يعني كثير الكلمات العربيه بس بمعنى الواحد، مثلا كيف حالك، في ثاني ايش اخبارك، شلونك، هذا من الكويت او من العمارات او من ايجيبس المصري، كلام شلونك، ايش اخبارك، طيبين زي كده. بس اللي في السعوديه نادر يعني على طول كيف حالك. طيب وثاني صباح الخير، صباح الخير اذا كنت في الصباح، او مساء الخير اذا كنت في المساء. بالعربيه ما في زي اندونيسيا سلامات pagi، سلامات siang، سلامات malam، سلامات sore، لا بالعربيه بس اثنين، صباح الخير ومساء الخير، يعني الصباح والمساء، حتى بالليل يعني مساء الخير. بس في الثاني نفر يقول إيش، ليلة سعيدة، ليلتك سعيدة، ليلة النور، ما في. بس هنا نادر والله، أنا ما أسمع نفر كلام كده. بس إذا تكون في الصباح أنت تقول صباح الخير، إذا نكون في المساء أنت تقول مساء الخير زي كده. وكيف ترد إذا نفر كلام صباح الخير، أنت تقول صباح النور، إذا قول مساء الخير أنت تقول مساء النور زي كده. طيب ايش باقي اذا في التعارف؟ السلام عليكم، كيف حالك، صباح الخير، صباح النور، ما اسمك، ما اسمك، يعني بالاندونيسي سياب انا مامو، اسمي ايداي مثلا زي كده، اسمي ايداي، من اين انت، لا هذا اللفظ صح، معلش، من فين انت،
هذا من فين انت؟ يعني هذا الكلمة العامية dari mana kamu? Min fan inta. Oh, ana min Indonesia. Jadi anda min Indonesia atau ana min Saudi. Hakada. Hal kalimat ta'aruf. Masyaallah, Indonesia kois. Al hadith al Saudi hakada. Jika masalan ana roh al bala roh al suq ma'alis. Jika ana roh suq, badan fina par Saudi ibgo arif. Ibgo arif ni, huwa gul السلام عليكم يا محمد، أنت من فين؟ إندونيسي. إن شاء الله إندونيسي كويس زي كده. طيب ولا كلمة ثاني، إيش سوي هنا؟ إيش سوي هنا؟ إيش سوي هنا يعني؟ أو إيش عمل؟ إيش عمل هنا؟ إذا ممكن زي كده. أو أنا هنا شغل في السعودية. في أين المدينة؟ أنت تقول بالطائف. إذا أنا عشان أنا شغل بالطائف، إذا شغل بجدة أنا شغل بجدة، أنا شغل في أين جدة؟ إيش تشتغل؟ أنا شغل في المطعم. كيف شغل هنا في السعودية؟ كويس الحمد لله تمام. وكيف راتب؟ يعني ممتاز يكفي هكذا. وكيف الراتب؟ الحمد لله كويس. وما عليش أنا هنا الحين في كثير ناس إنديل في خلفي، بس ما عليك الحين نتكلم معكم. كم عمرك؟ أنا عمري مثلا إذا أنت 25 24 زي كده. أنا عمري 24، أنا عمري 22 زي كده. يعني اللغة العربية العامية مش لازم زي فصحى الحين لازم 24، لا بس على المجرور كده 24 زي كده. أنا كلام في الشغل صح؟ إذا أنت في المدرسة، أنت باقي مدرسة ولا خلاص؟ أنا لسه في المدرسة، أنا باقي الحين في المدرسة الثانوية زي كده، ثانوية الفصل الثاني زي كده ثانوية. مشكلة أنا لحال، ما في ناس جنبي، هذا المشكلة. أنا ما أقدر أتكلم زيادة عشان ما أدري إيش أقول يعني، بس إذا في الناس جنبي يعني كويس. ممكن هنا أتكلم على هذا، أتكلم على هذا، بس عشان أنا لحالي والله ما في فكرة. طيب أهم شيء الحين إحنا تعليم على الكلام العربية العامية في التعارف إن شاء الله في فيديو الجاء. تعليم لغة عربية في العمل، أو كيف أنا إذا أنا أروح سوق، كيف إذا أنا أروح مستشفى، كيف إذا أنا أروح يركب تاكسي يركب باص، كيف كلام إن شاء الله صح. أهم شيء لا تنسوني على الاشتراك على قناتي واللايك عشان انا يجي نشاط، وانا اقدر ان شاء الله كل يوم نزل فيديو ان شاء الله. ايش تعرف ثاني؟ بعدين هل اكلت ولا لسه؟ لا والله لسه ما في اكل. بعدين خلاص تعال نروح معي اكل سوا، نروح مطعم. ايش انت حب الاكل؟ والله انا احب اكل اندونيسي. بعدين لا 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 خلاص تعال اكل سوا الاكل العربيه. ايش يعني؟ كبسه، برياني، ماندي، يعني كثير اكل هنا والله. هذا الاكل الغداء يعني. في برضو اكل مقبلات زي سلطه خضراء، سلطه بتوش، منوع يعني كثير. والله اسف عشان الحين في خلفي كثير الناس، يعني مشكلة عزعز. خلاص ان شاء الله نشوف في فيديو مرة ثانية، في ثاني فيديو ان شاء الله يجي، وهنا خلاص نتعلم لغة عربية كمان. بس في هذا الفيديو خلاص هكذا بس. اول شيء انت معلوم كيف التعرف مع الناس، كلام السلام عليكم، كيف حالك، صباح الخير، من اي من فين انت، كم عمرك، أكل ولا لسه، تعال أكل معانا، هكذا بس. إن شاء الله في
فيديو ثاني ان شاء الله نحن نتعلم مع الناس سعودي او ناس من العربي من العرب يعني سعودي او مصري او اي شيء جنسيه. بس الحين والله معلش اهم شيء لا تنسوني على الاشتراك ولايك وكومنت. ومع السلامه عليكم ورحمه الله وبركاته. إيداي أدفنتشر.